والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر. مصر مصر تلمح لاستخدام القوة من أجل الدفاع عن أمنها المائي، وإثيوبيا تتهم مصر بأنها صاحبة عقلية استعمارية وتستمر في التعنت أثناء المفاوضات. لتعلن وزارة الري المصرية عن انتهاء مسارات التفاوض السلمي مع إثيوبيا بعد أن انتهت المفاوضات الأخيرة بين الجانب المصري والإثيوبي التي تم عقدها في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا. وقد جمعت تلك المفاوضات ممثلين عن مصر وممثلين عن إثيوبيا، وتناقشا خلال تلك الجولة التفاوضية على الانتهاء من ملف قواعد ملء وتشغيل السد. ولكن كسابقاتها انتهت الجولة دون الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، وفشلت الدولتان في الوصول لأي نقاط اتفاق. فقد رفض الجانب الإثيوبي كل الحلول الفنية والقانونية الوسيطة التي اقترحها الجانب المصري. لتؤكد وزارة الموارد المائية والري فشلها في الوصول إلى اتفاق يرضي الدول الثلاث ويضمن مصالح إثيوبيا دون الإضرار بدول المصب. كذلك أشارت وزارة الري إلى تراجع إثيوبيا عما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال الاتفاقات السابقة التي جمعت الجانبين، وتستمر إثيوبيا في استغلال غطاء المفاوضات لفرض الأمر الواقع وإنهاء الملء الرابع للسد، وهو ما يعبر عن رغبة الجانب الإثيوبي في التحكم المطلق في النيل الأزرق مخالفة للقانون الدولي. وأكدت وزارة الري أن مصر تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وأشارت إلى أن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع بأي وسيلة ممكنة عن أمنها المائي في حال تعرض الدولة المصرية لأي ضرر. ورغم التهديدات المستمرة من الجانب المصري، إلا أن إثيوبيا تستمر في مراوغاتها المعتادة لتتمكن من التحكم المطلق في ملء وتشغيل السد. وعلقت إثيوبيا على البيان الصادر من وزارة الري المصرية وبررت موقفها بحجج مضللة، وقالت إن مصر هي التي تقيم الحواجز أمام جهود التقارب بين الدولتين للوصول لاتفاق ملزم يضمن مصالح إثيوبيا، وهي الوسيلة التي تستخدمها إثيوبيا باستمرار، حيث تجلس على طاولة التفاوض وفي نفس الوقت تستمر في ملء السد وفرض الأمر الواقع. ومن الجدير بالذكر أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقها المائي خلال العام، وخاصة أوقات الجفاف لضمان تدفق حصتها من ماء النيل، في حين تستمر إثيوبيا في التحجج بأحقيتها في استغلال مواردها المائية كما تشاء. فهل ينفذ الجانب المصري تهديده قريبا ويتدخل عسكريا للحفاظ على حقوق مصر المائية؟ محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب، احنا ما بنهددش حد، محدش هيقرب من مية من مصر. دي إجابة، دي إيه يا فندم؟ إجابة إزاي؟